صباح الخير. اليوم بدنا نعمل أكلة حلوة حلوة مالحة اسمها فطائر الجبنة المحلات. عبارة عن رقائق عجين مع شوية زبدة. عنا مش نساوي قطر، فبده مقدارين متساويين من المي والسكر مع رشة ماء زهر. للجبنة بدنا نحط لها شوية فستق حلبي وشوية زبدة ورشة فستق حلبي، وفي عنا خشاف كرز مشان الزينة ومشان يعني مشان تعطي لون ونكسر اللون تبعها، وأكيد بيطلع بيعطي طعمة طيبة. بنحطه على الوش فيها. هلا اول شغله بدنا نعملها انه نحن بدنا نساوي القطر. القطر مثل ما قلت لكم بنساوي مقدارين متساويين من المي والسكر، يعني كاسه بكاسه. هلا هذا المقدار تبع القطر ممكن انه نحن نلعب فيه، يعني مثلا في ناس بتحب يكون القطر خفيف وخفيف حلوه، ممكن بتكتر كميه المي على حساب كميه السكر، وفي ناس بتحب القطر كثير سميك فبتكتر كميه السكر على كميه المي. هلا منيجي بقى للجبنة. هلا الجبنة بنحط معاها هالزبدة، طبعا ما ندهن نحن كمان الوعاء يلي بدنا نحط لهم ياهن، وهي مسكد راس دقيناها وبنحط لها ياها. طبعا انتم ما بتصدقوا قديش المسكد راس بتغير طعمة الجبنة وبتعطيها نكهة طيبة. طبعا ما حنحط لها سكر، ليش؟ لانه نحن السكر بالاصل حنحطه بالقطر، حتكون التحلاية من خلال القطر. طبعا الجبنة منحليها من قبل بوقت. هلا بنجيب الرقايق كل قطعتين سوا او كل قطعة ممكن، ومنحط جبنة بقلبها ومنلفها. طبعا فينا نساويها صينية واحدة كمان ونلفها بنفس الطريقة. يستحسن انه نحن كل قطعتين رقايق سوا. في ناس بتحب لما بتحلي الجبنة، اللي بيحب السكر يكون كميته كبيرة بيقوم بيحط سكر كمان بقلب الجبنة هو عم يحليها. هلا منصفهم نحنا بقلب بلاك. البلاك طبعا اكيد مدهون بالزبدة. عندنا لسه شغلات، افكار، قصص حابين يحكوا لكم اياها الشباب. حنروح نشوفها وبعدين نرجع لعندي لنشوف كيف حتكون الخطوات النهائيه بطبق اليوم. رجعنا لكم. اول شيء خلونا نذكر بمقادير اكله اليوم يلي هي فطائر الجبنه المحلات. يعني أنا دائماً بتطلبوا مني إنه بدكم أكلات تكون بسيطة، أكلات تكون سهلة. يعني أنا برأيي إنه هاي الأكلة ما عاد في أبسط من هيك أبداً، يعني خلص هاي أبسط أكلة ممكن إنه الواحد تخطر بباله إنه يساويها. هلا بدي أقول لك شغلة، يعني ست البيت إذا ما كانت هي بالأصل حابة المطبخ وحابة الشغل فيه ما بيطلع بإيدها تساوي أكل طيب. يعني هي مو القصة قصة عيارات، ولا القصة قصة إنك أنت تعرفي
انه انه هذا. بعدين هي حاله نفسيه يعني دائما الواحده بصير يعني بس يكون عنده مثلا مشكله من شيء معين. يعني انا مثلا كان عندي جاره دائما 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 تحرق الكيك. شيء يعني اذا بتقعد جنب الفرن بتحرق الكيك. قلت لها انه انا برايي انه هي حاله نفسيه انه انت صار عندك هاجس انه انت بدك تحرقي الكيك، مشان هيك انت عم تحرقي. مو عم تحرقي لانه هو انت قلت انتباه او شيء او هيك، بس هي بتحس انه صارت هذا الموضوع عندها هاجس. هلا القطر صار جاهز، منضف له للقطر المازهر. هلا طعمه المازهر مع المسكيه اللي بقلب الجبنه هي طعمه بتطلع يعني اكثر من طيبه. هلا بناخذ هالقطر وهي الفطاير سخنه ومناخذ القطر كمان سخن. طبعا مثل ما قلت لكم انه بتحب تكتر قطر فيك تكتر، تحب تقلل فيك تقلل، ومنرش رشه فستق حلبي، ومنرش منحط كمان شويه خشاف كرز عليها. طبعا خشاف الكرز فينا كمان حتى انه نحن نساويه بالبيت. هذا انا مساويه على ايدي، كثير بسيط كمان، ما لا بياكل وقت ولا بياكل مجهود. ممكن نحن نمونه من الوقت اللي بيكون هو متواجد فيه للصيف للشتاء عفوا. هلا صار طبقي جاهز للتقديم. بتمنى انه يعجبكم، بتمنى انكم تجربوه وتدعوا لي عليه، لانه هو مثل ما قلت لكم طبق طيب وسهل. فينا نساويه بصينيه واحده كبيره، وفينا نساويه بقطع مثل ما لكم شايفين. ان شاء الله حنلتقى بصباح جديد مع شغلات جديدة انتو طالبينا، ومن خلالكم انا عم اقدم الطبق كل يوم. يعني انا ما صدقوني كل يوم بقعد افكر مثل ما ست البيت بتفكر شو بدها تطبخ، كمان انا بقعد افكر شو بدي اقدم لكم، بس دائما بستوحي الطبخة من الشغلات اللي انتو عم تسألوني اياها. ان شاء الله يا رب هيك اللي بده يجربها حقله من هلا صحتين وهنا.